أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فها نحن نودع رمضان، وكنا قد تناولنا في سلسلة طويلة أو أكثر يعني في سنين سلسلة الفلاح والخسران في القرآن، وتناولنا فيها حديثنا عن الإسلام، وهو أن تسلم كعبد لله الذي خلقك ورزقك فيما أمرك ونهاك، والإيمان وهو أن تصدق بالله وما أمر به من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم تكلمنا عن التقوى، وهي الوقاية من غضب الله سبحانه وتعالى، والتقوى كأنها المكابح أو الفرامل التي تمنع الإنسان من أن يسقط في هوة الذنوب والخطايا والآثام، والإحسان وهو أن تشعر أن الله يراك فتتقن في كل عمل تقوم به وكأنها تدفعك إلى الصعود. ثم تكلمنا على الصلاح، وهو أن يكون كل شيء على أكمل وجه بما يحقق المنفعة والمصلحة الدنيوية والأخروية. ثم تناولنا الإصلاح، وهو أن تعيد ما كان صالحا إلى حالته إذا ما انكسر. وبقي لنا أن نتكلم عن عمل الصالحات، وكأن عمل الصالحات هي الانتقال من مرحلة التأسيس العقدي والفكري. كل ما تناولناه في الماضي هي شيء يتعلق بالتصور، كيف تفكر. هذه التصورات هي ما يضبط عملك، ما يدفعك إلى العمل. وسبحان الله، أحد مشاكل هذه الأمة في العمل، الكثير يتكلم ولكن القليل هو من يعمل. فعمل الصالحات هي هذه النقلة ما بين الكلام والتفكر والتأسيس العقلي والفكري إلى مرحلة العمل، حتى ننزل القرآن واقعا في حياة الناس، كما وصفت أمنا عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت في كلمات بليغة: كان خلقه القرآن في غضبه ورضاه،
كان النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي للقرآن، عمل هذه الآيات، هذه الحروف التي نقرأها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف وميم حرف، وكل حرف بعشر حسنات، ولكن تبقى الحروف حينما نقرأها في عالم الفكر والعقيدة، ولكن حينما تقوم بعمل صالح فأنت تحول هذه الحروف في الكتاب الذي تقرأه إلى قرآن يتحرك بين الناس. ولذلك كان عمل الصالحات قرين الإيمان. كثير من الآيات التي مررنا بها في تلاوتنا للقرآن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعمل الصالحات هو قرين الإيمان، لأنه كما تعلمون وكما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالأمة حتى لو آمنت وكمل إيمانها لن يكمل إيمانها بمجرد القول، ولكن يجب أن يكون هناك عمل. فهيا بنا نقبل على مائدة الرحمن ونحن نودع شهر رمضان، ولكن لا نودع القرآن. القرآن مستمر معنا طوال السنة، سيتوقف الصيام، سيتوقف الاعتكاف، سيتوقف هذا الجمع الطيب وعمارة المسجد في شهر رمضان، ولكن اتصال المسلم بالقرآن لا يتوقف. ولا نقول كالقائل رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، وهو لا يقصد المعنى الظاهري للكلام، ولكنها عادة العرب في البدء بالغزل و و و، ولكن نقول رمضان ولا فارتدع يا ساقي مشتاقة تسعى إلى الخلاق سبحانه وتعالى. وأول ما نبدأ به في تلاوتنا أو في تدبرنا ومدرستنا لهذه الآيات التي تتعلق بعمل الصالحات، يجب أن يبدأ من فلسطين، لأن ما حدث لا يجب أن يمر مر الكرام، يجب أن نتوقف عند هذه المدرسة. أولا، خطأ شائع، كثير منا ينطق فلسطين بطريقة خاطئة. النطق الصحيح بكسر الفاء وفتح اللام وسكون السين، فتقول فلسطين، ليست فلسطين وليست فلسطين، وهذا من الأخطاء الشائعة، ولكن هذه فرصة لتصحيح كثير من الأمور في حياتنا تبدأ بالكلمات. الآية التي نتوقف عندها سبحان الله، يقول ربنا في سورة التوبة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الشاهد: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. انظر، كتب الله سبحانه وتعالى لهم بهذا العمل عمل صالح. لقد حولوا هذه الآيات التي نقرأها إلى عمل صالح. وانظر إلى الوصف القرآن، هو بدأ بالنتيجة، ولكن ماذا فعلوا؟ لقد قاموا، لقد وطأوا موطئا يغيظ الكفار، ولقد نالوا من عدو نيلا، فكان الثمن الذي دفعوه رضي الله عنهم وأرضاهم ونصرهم وأيدهم بجند من عنده أن أصابهم الظمأ وأصابهم النصب والتعب وأصابتهم المخمصة أي المجاعة. سبحان الله، وكأن القرآن ينزل علينا الآن ليصف حال المجاهدين في سبيل الله حينما يقاومون الاحتلال ويقاومون هذا الظلم الذي وقع على أرضهم. وسيسطر التاريخ بحروف من نور هذا العمل المجيد إن شاء الله، ولكن أعظم من تسطير التاريخ له ما كتبه الله لهم من عمل صالح. هذه نقطة في منتهى الأهمية،
وهذا هو الوقود الذي يجب أن يدفع كل الأمة أن تقوم بمثل هذه الأعمال الصالحة. ولو تتبعنا بقية الآيات سريعا لضيق الوقت، الله سبحانه وتعالى أمر الرسل والأنبياء بهذا الأمر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فهو أمر للأنبياء والمرسلين قبل أن يكون أمرا للمؤمنين، وحفز به جماعة المؤمنين: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. ودعاء الأنبياء، فهذا سليمان الذي أوتي ما أوتي من الملك ما لم يؤت به أحد من العالمين، مع أن عنده كل شيء. الله سبحانه وتعالى سخر له الجن قبل الإنس، يقول في دعائه حينما سمع صوت النملة، هذه النملة المصلحة، النملة التي رأت جيش سليمان، ولم تقل نفسي نفسي، أنا في بيتي الحمد لله، أنا أعيش في كندا في أمان وفي سلام وفي رخاء، مالي وهؤلاء الذين يقاومون، مالي ولهؤلاء المجاهدين. فنادت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. ما زال يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العمل الصالح، برغم أن الله سبحانه وتعالى رزقه من الملك ما لم يؤتيه أحدا من العالمين: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اجعلني في زمرة الصالحين، اجعلني مع الصالحين ومنهم. بل هو توجيه لعامة البشر، للإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة تمام الخلق والقوة، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فلا يوجد أحسن ممن عمل صالحا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، بل هم خير الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. من الذي يشهد لهم؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تكون من خير البرية وخير الخلق عليك بالإيمان وعمل الصالحات، لا تتوقف فقط عند القراءة والعلم والتدبر والمدارسة والحصول على إجازة القرآن، عليك أن تجيز القرآن في حياة الناس لتكون من خير البرية. ثم يعلمنا القرآن أن أول من يستفيد من العمل الصالح هو أنت، إذ سيعود عليك نفعه قبل أن يتعداك لغيرك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. والعمل الصالح سبب لقبول التوبة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. الإنسان ما منا، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. طبيعة البشر أن يذنبون، أن يخلطوا هذا العمل الصالح بكثير من السيئات، أو يخلطوا السيئات بالعمل الصالح. ولولا وجود العمل الصالح لطغت السيئات. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته علينا أن جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والحسنة والسيئة بسيئة. فكلما قمت بالعمل الصالح وبعمل الحسنات وأعمال الصالحة، هذا يغطي على السيئات التي نقوم بها. وعسى كما تعلمون تفيد الرجاء
ومن الله سبحانه وتعالى تفيد التحقيق. فمن قام بأي سيئة عليه أن يخلطها بعمل صالح حتى يتوب الله عليه. بل وتصلح البال، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الله أكبر. إصلاح البال. كان في امرأة عجوز كان كلما ذهب إليها أولادها وأحفادها يسألونها الدعاء، كل يريد مال، زوجة، عمل، تقول له ربنا يصلح بالك. فيقول لها يا جدتي فقط أنا أريد وأريد وأريد. قالت لو أصلح الله بالك لأخذت كل شيء ولأعطيت كل شيء. لأن صلاح البال هو صلاح الأمر والحال، إما بتيسير الشؤون الدنيوية، إما أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك الحياة فيكون كل شيء يسير وسهل الحصول عليه، وإما يرزقك الرضا فتكون سعيدا. سبحان الله، إما أن يعطيك الله ما تريد فيطمئن قلبك وتكون سعيدا، وإما أن يرزقك الرضا فترضى بما قسمه الله لك فتكون سعيدا. ماذا تريد؟ أن تريد أن يكون حالك وبالك صالحا. فالله سبحانه وتعالى حينما يصلح بالك أنت في نعيم حتى تلقاه إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بالنا وأحوالنا وأن ينصر إخواننا في فلسطين. بل يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الكرم الإلهي اللامحدود. سبحان الله، حينما نذنب ونعصي الله سبحانه وتعالى ثم نتوب ونؤوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالله والله يرى صدق توبتنا، والصدق مرآته العمل الصالح. يعني الإنسان يتوب، أنا أرى، لا أرى باطنك ولكن أرى ظاهر عملك، ماذا سأرى منك؟ العمل الصالح. أنا لا أعرف صدق النية ولا صدق التوبة ولكن سأرى عملك الصالح الذي يدل عليه. حينها يبشرك الله بتبديل سيئاتك إلى حسنات، بل ويحيا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله لو ربينا على هذه المفاهيم وهذه المعاني لطابت حياتنا، إما بتيسير الله لنا وإما بالرضا الذي يرزقه الله إيانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ومن منا لا يريد النصر والتمكين، ولكن كتب الله سبحانه وتعالى كتب على المؤمنين وعلى المسلمين أنهم لن ينالوا الدنيا إلا إذا أرادوا الآخرة. المسلم إذا أراد الدنيا فقط وعمل لها يخسر الدنيا والآخرة. الكافر إن أراد الدنيا الله قد يعطيه له أو لا، أما المسلم لأن الله يحبه يجبره ويبتليه حتى لا يكون مراد المسلم إلا الآخرة، وحينما تريد الآخرة يعطيك الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ كي نعبد الله سبحانه وتعالى، يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فالله سبحانه وتعالى وعدك بالاستخلاف، ووعدك بالتمكين، ووعدك بالأمن إن آمنا وعملنا الصالحات. بل وتنال من فضل الله سبحانه وتعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. فضل الله سبحانه وتعالى واسع وعظيم وخزائنه لا تنفد.
أي شيء تريده عند الله سبحانه وتعالى. كيف تحوز هذا الفضل، هذه الزيادة، هذا العطاء العظيم بالإيمان والعمل الصالح، وتكون في زمرة الصالحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، وهو دعاء الأنبياء أيضا. أبونا إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن يجعله الله سبحانه وتعالى ويلحقه بالصالحين، بل وتكون من المفلحين. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. من منا من لا يريد فلاح الدنيا والآخرة؟ الإنسان بطبيعته يحب أن يحصل على النتيجة، يحب أن يحصل على الفوز. هذه المنافسة التي يقوم بها الناس في سواء في دنياهم أو في قراهم، هو يريد الفلاح، لا يحب أن يكون الثاني أو الثالث. العرب تقول إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين. حينما يدعى إلى مكرمة، إلى عمل عظيم، إلى شرف، نكون أول من يذهب وثاني من يذهب. الناس تحب المنافسة. فإذا أردت الفلاح عليك بالإيمان والعمل الصالح. العمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى ويرفع صاحبه. يقول ربنا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وللمفسرين كلام طيب في هذا المعنى. إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب نقطة، والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى، أو الله سبحانه وتعالى يرفع صاحب العمل الصالح، ولا علاقة بالكلم الطيب بالعمل الصالح. والمعنى الآخر أن الله سبحانه وتعالى يصعد إليه الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. حينما تقول لا إله إلا الله هذا من الكلم الطيب. لن يصعد ولن يرتفع هذا المعنى العظيم إلا بمقتضيات لا إله إلا الله، إلا بعمل صالح يرفع كل ما تتقول به، كل ما تتفوه به، كل ما تقوله يحتاج إلى أن يرتفع. كيف يرتفع؟ يرتفع بالإيه؟ بالعمل الصالح. فالمعنى الأول يرفعه الله أو يرفع صاحبه، ويجوز أن يكون المعنى، أن يكون المعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. ورزقهم الله سبحانه وتعالى محبته ومحبة خلقه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله. إن الذين آمنوا أي صدقوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن حبا في قلوب الناس وفي قلوب الخلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه. قال فينادى في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلانا فينادى في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. وفي حديث له نفس المعنى إن الله أعطى المؤمن الألفة والملاحة والمحبة في صدور الصالحين والملائكة المقربين. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. الله أكبر. هذه المحبة، حينما ترى بعض الناس أنت لا هو يملك مفاتيح قلبك دون أن تدري، يتسلل إلى قلبك مباشرة. لماذا يتسلل إلى قلبك؟ من وضع محبته في قلبك أو وضع محبتك في قلبه؟ الله سبحانه وتعالى ببركة الإيمان والعمل الصالح. فالله سبحانه وتعالى حينما تقوم بهذه الأعمال الصالحة يجعل قلوب الناس ممهدة لمحبتك. وانظر إلى كلمة الملاحة، يعني هم لن يحبوك فقط أو لن يحبونك فقط، بل سيروك جميلا مليحا. في الفرق بين الجمال والملاح والملاحة، أحد فقهاء اللغة يقول الجمال أن ترى شخصا من بعيد تراه جميلا فيجمل في عينيك، تراه عيناك جميلا. أما المليح فهو من تراه من بعيد
ويدخل قلبك. فالملاحة تغطي الجمال. قد لا يكون الإنسان جميلا، أقصد بها أقصد به تقسيم الوجه والطول والعرض و ولكن هو ما يسقط في قلبك من حب لهذا الرجل فتراه مليحا في عينيك، ليس بصفاته الخلقية ولكن بصفاته الخلقية، بأعماله بأخلاقه معك، كلما رأيته رأيته جميلا مليحا. ولذلك كثير من إخواننا في الشام يقولوا مليح منيح، يعني هذه الكلمة انتشارها لأن العلاقات الإنسانية الحب يجعل الإنسان يرى هذا الشخص جميلا وإن لم يكن جميلا. واعتبر القرآن أن من يعمل الصالحات بصيرا وصالحا ومصلحا للأرض، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات. كأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو البصير، ولا المسيء هو الأعمى. سبحان الله، حينما يذكر القرآن هذه المثاني الأمر وعكسه، البصير والذي آمن وعمل الصالحات، والمسيء الذي لا يؤمن ولا يعمل الصالحات بل ويسيء. هو أساء مرتين، أساء بتركه عمل الصالحات وأساء بفعل الطالحات، بفعل الأمور السيئة، بالإفساد في الأرض. الآية التي بعدها، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. فكأنك حينما تقوم بعمل الصالحات كأنك مبصر، حينما تسير في هذه الحياة تسير على نور من الله سبحانه وتعالى. أما الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى أجر وثواب وما أعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات فكثيرة في القرآن، نذكر منها القليل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى سيعطيهم أجرهم في الدنيا والآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم لا يخافون من المستقبل مما سيحدث ولا يحزنون على ما مضى. فالإنسان أنت في حياتك إما تندم أو تحزن على ما فات وتخاف ممن هو آت، هذا هو الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يؤمن المسلم المؤمن الذي يعمل الصالحات من الماضي ومن المستقبل: لا تخف ولا تحزن إن الله معنا، لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الله أكبر، هذه الدرجات العلى تنال بحفظ القرآن. اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا وترتل في الدنيا، ولكن إن لم تكن تحفظ القرآن وتريد أن تصل إلى الدرجات العلى مع حافظ القرآن قولا وعملا وفهما وتطبيقا وإخلاصا وقبولا، عليك أن تقوم بعمل الصالحات. هذه الآيات في عجالة تناولت عمل الصالحات، وهذا هو واجب الوقت، علينا أن نقوم بعمل الصالحات. وكنا قد ذكرنا في رمضان بعد صلاة التراويح نذكر دائما بعض الآيات في عجالة: عليك أن تقوم بإصلاح 6 عناصر. عمل الصالحات يشمل 6 عناصر: نفسك، أو الإصلاح الداخلي يتناول العقل والقلب والجسد، هو ما يتعلق بك أنت، وأنت عقل وقلب وجسد. تقوم بإصلاح ما يمكن أن تصلحه من نفسك دائما، أن تقيم حياتك، علمك يكون صالحا، إيمانك يكون صالحا، جسدك يكون صالحا. إلا من أتى الله بقلب سليم، أن نحتاج سلامة القلب، سلامة العقل، سلامة الجسد. العنصر الخارجي وهو بيتك، زوجك وأولادك وبناتك وأحفادك،
ثم المجتمع الذي نعيش فيه، القرية التي تعيش فيها، الناس، الأقارب، ثم الأمة. ستة عناصر نحتاج دائما أن نعمل في من خلالهم. وضربت مثل بسيارة، هذه السيارة لو لها أربعة إطارات، أربع عجلات، لو أن إطارا فقد الهواء، فقد ضغط الهواء، هل تستطيع أن تسير بهذه السيارة؟ ستتوقف. تحتاج إلى أربع عجلات دائما كي تسير السيارة، حتى لو عندك أحسن سيارة في الدنيا وأعظم سيارة اخترعها الإنسان، إذا لم يكن هناك هذا الإطار أو العجلة تاير، لن تسير السيارة. فأحيانا نحن نركز على شيء واحد وننسى أشياء. نحتاج إلى هذا التوازن بين الإصلاح الداخلي بعقلك وقلبك وجسدك، والإصلاح الخارجي بعائلتك ومجتمعك وأمتك. دون هذا التوازن والضغط المناسب لن تستطيع هذه السيارة أن تسير في مسيرة الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رمضان هذا بداية عمل الصالحات، ونتعلم هذا الدرس من إخواننا في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم. اللهم يا رب العالمين، نسألك في هذا اليوم العظيم وفي هذا المقام الكريم أن تنصر إخواننا نصرا عزيزا قريبا مؤزرا. اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم احملهم واسقهم وأطعمهم واشفهم، وانصرهم يا رب العالمين على عدوك وعدوهم. اللهم إن الصهاينة قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، اللهم ربنا صب عليهم صوت عذاب، وانتقم منهم يا رب العالمين شر انتقام بحق هذه الدماء الطاهرة التي سالت في هذا الشهر الكريم. اللهم يا رب العالمين، من أرادنا والإسلام وإخواننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام وإخواننا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أذن لشرعك أن يسود ولقرآنك أن يحكم وأن يقود. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم واجعل أعمالنا صالحة وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تعتقنا وتعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وشيوخنا وكل من له فضل علينا وأصحاب الحقوق علينا من النار. اللهم يا رب العالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.